ويستحب الإنسان أن يعني لا بأس أن يبارك لإخوانه في العيد، مباركة في العيد طيبة لا بأس بها، أن يبارك البعض للبعض بالعيد أو قبول، يسأل الله تعالى أن يتقبل منه طاعته وصيامه وما شابه ذلك من الأمور. لا مانع أن تعطى عيادي للأولاد إفراحهم في هذا العيد، لا مانع أن الإنسان يفرح في هذا العيد، النساء تضرب بالدف في هذا العيد يعني. لكن أهم شيء أن لا نفوت الواجبات، على أن فرحة العيد يصير الإنسان يعني يخربها يعني بعد الصيام، مسرحيات وأفلام وشنو كان مربوط وفله ورباطه يعني انطلق الآن يعني خلاص، اللي كان محرم في رمضان صار حلال في غير رمضان أبدا، وإنما يتقي الله تبارك وتعالى في هذا كله